بسم الله، ربنا اجعلنا من أسعد خلقك يا كريم، بإذنك يا عظيم، واجعلنا نتمتع بزيادة القرب منك يا قريب يا مجيب. قلنا الآية 69 من سورة آل عمران عليهم السلام، جاء فيها يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون الحقيقة أمامكم. محمد عليه الصلاة والسلام جاء ليصلح حالكم ويطرد عنكم الهذيانات والأكاذيب والأباطيل بحق رب العالمين. هذا كل تهربوا، لكن كافرين بالآية ذيك، الآية الكبرى هي محمد عليه الصلاة والسلام. بعد الآية يكون الله لا إله إلا هو خالق كل شيء، يحيي ويميت، وله الأمر والنهي من في الأولى والآخرة، و على كل حال أنتم اخترتم الكفر بسبب كفركم اللي زينوكم إبليس، قالكم هذه هي هذا هو الإيمان، بيد أن الحقيقة الإيمان عكس ما قاله الشيطان زيد. الإيمان ربي علمهنا ما هو، شنو هي خصائص الإيمان، كيفك حك راسك وتكلم في الإسلام ولا في الإيمان ولا في الإحسان، تتأجل الجاهلين. قلنا لكم يا كرب ويا من تدعون الإسلام بغير حق، فق عليكم طريقة كينا تكلف لكم غالية في دنياكم وأثناء رحلتكم البرزقية وفي أخراكم، هيا فق عليكم. احنا قلنا لكم من البداية أراكم مش على طريق الهداية الرباني، مكمش على الطريق، على طريق توصلكم إلى الأمان الأبدي في جنات النعيم. قلنا لكم الكلامية ما تقولوش يوم القيامة ما قلنا لكم، قلنا لكم والله شاهدا على ما قلنا وكررنا. والسلام.